وسهلا فيكم في استوديو الدستور. اليوم عندنا ضيفة خفيفة لطيفة تدخل القلب مباشرة. قررنا نستضيفها عندنا اليوم عشان نكسر شوي روتين الصحافة والجمود بشكل أو بآخر. ضيفتنا روسن حلاق. كيفك روسن؟ شو الأخبار؟ سلميلي الحمد لله. احكي لنا بالأول إيش السر المباغة الحارق خارق متفجر إيش صار؟ وشوفي يعني هو إله سنة ونص سنتين شغال بس أنتوا يعني ما كنتم ملاحظين هذا الإشي، ففجأة قال لك إيه هاي لحظة كيف؟ فلا هي مشوار يعني سنة ونص سنتين الشغل المضبوط يعني. كيف كان شعوري خلال هاي الرحلة؟ طويلة نوعا. والله صعب، هي تقريبا خلينا نحكي أول الفترة، هي الجزء الأول من الرحلة كان كتير صعب، كتير 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 يعني قد ما أشرح لك. بس هي دائما الإنسان حتى يتغير بده دفشة من الحياة، موقف شغلة صارت معاه كذا، بتعطيه هاي البوش إنه يقدر يكمل. طب شو الدافع وراء هذا الإشي أو شو سبب البوش اللي صار بحياتك اللي خلاكي تغيري نوعية أكلك صحتك كل هاي الأمور؟ والله هي كتير كتير أسباب يعني، أوليتها صحيا صراحة. يعني أنا من الناس اللي إذا ما كنت رح أنتبه على حالي وأصحى كان أنا ممكن يصير معي سكري، فهذا الإشي كتير خوفني، وإنه لا إنه أنا ما رح أوصل لهاي المرحلة، أنا لسه بدي أعيش إن شاء الله وأعمل وأسوي. فقررت إني أنتبه فعلا لصحتي وإنه خلص فش مجال يعني وصلت وزن جدا عالي وكتير أشياء اختلفت علي، صرت أشخر كومبريسة بالليل، صرت مش قادر أربط رباط بوتي، فعليا لما أركب سيارة حدا صار يخف عقله إنه تهبط، عرفتي؟ بنشرت انسي يعني. طبعا هاي اعترافات صارت بعدين من صحباتي انه روسن صراحة انه انت لما كنت تركبي كانت تحط السيارة. لا انه لا مش هيك، ما بدي اكون هيك يعني. وانا حدا كتير بحب اللبس، بحب البس وبحب البق كذا الوان وبحب الالوان اصلا يعني، فهاي يعني هي من احدى الاسباب اللي شجعتني اني خلص هلا اجى الوقت اني اكون ملتزمة. طبعا انا 33 سنة عمري، خلال ال 33 يمكن 33 مرة عملت دايت. هلا بصفتك من مؤثرين السوشيال ميديا بالأردن، كيف ساهمت السوشيال ميديا برفع أو تهبيط معنوياتك بشكل عام؟ هلا للأمانة في موضوع النحافة تحديدا، لا الناس وقفت معي بطريقة يعني كتير صدمتني، وهي اللي خلتني أطلع باللايف. آخر لايف طلعته على الإنستغرام حكيت فيه بالضبط إيش صار معي وكيف بلشت وكيف كذا، بيجيكي أكم من تعليق إنه لا وأنت ناصحة أحلى وأنت كذا كاركتر. وفعليا انا كنت خايفه من شغله انه انا لاني كوميديان فلازم اضلني بالشكل اللي انا كنت فيه اللي هو بطبوطه. اكتشفت انه لا، ما إلوش دخل يعني، هي الروح اللي انا عم بقدمها للناس، فما إله دخل بشكلي ابدا يعني. فانبسطت كثير من ردة فعل الناس يعني صراحه. بتعرف روسان، تعرف انت درستي هندسه وتخرجتي هندسه، احكي لنا شو النقل بين الهندسه للكوميديا وللتلفزيون وهذا جو الاعلام بشكل عام. هلأ للأمانة يعني أنا من أول ما دخلت الميديا كنت مهندسة بشتغل بالهندسة وأموري تمام، قعدت 6 سنين بالهندسة وكنت يعني مع بعض أشتغل بالميديا والكوميديا والهندسة برضو. بعدين وصلت لمرحلة أنه ما في شغل، خلصت المشاريع اللي أنا كنت بشتغل فيها الهندسية، فعملت فوكسينج أكتر على شغلي بالميديا. بس هذا لا يعني أني أنا فرطت بالهندسة، بالعكس متمسكة فيها لأبعد درجة يعني، بعتبرها هاي هي وظيفتي، والكوميديا عبارة عن فن وهواية يعني، ما مش كمهنة يعني. طب لو خيروك بالهندسة والستاند اب كوميدي بشكل عام إيش بتختاري؟ يعني لازم أختار واحد من هون؟ تكملي خلاص مسيرة حياتك يا بالستاند اب كوميدي أو بالهندسة إيش؟ لا بالستاند اب طبعا. خلينا نرجع شوي لبداية 2020 لما بلشت كورونا تجتاح العالم. احكي لي شو الأشياء اللي اختلفت بحياة روسن المهنية وحياتك بشكل عام. هلأ الأمانة يعني أتوقع الجميع تضرر من وراء هاي الجائحة. يعني أنا من الناس اللي درست مثلا، كنت أدرس دراما في إحدى المدارس وخسرت وظيفتي بسبب الكورونا، وكتير أشياء وكل حياتنا اختلفت وقعدتنا بالبيت. وأنا كنت من الأشخاص اللي مش كتير قادرة إني أستغل هذا الموقف بإني أفعل التواصل أكتر مع الناس على السوشيال ميديا. في ناس فعلاً استغلوا هاي الشغلة وتواصلوا أكتر مع الناس وإلى آخره، يعني كانت نفسيتهم قادرين إنهم يعملوا هذا الإشي. أنا فعلياً إذا ما كنت رايقة ومزاجي ظابط إني أنقل طاقة إيجابية للناس صعب أطلع لهم، لأنه أنا شخص كوميديان، فيا بطلع بفرفش قلبهم يا ما بطلع.
فيعني صراحة كانت صعبة كتير هاي الفترة. طبعا بصفتك درستي الدراما وهي بشكل أو بآخر قريبة للإعلام أو تحت مظلة الإعلام، كيف بتشوف الثقافة الإعلامية الموجودة عندنا بالأردن بشكل عام؟ والله يعني هي خلينا نحكي بليفل متوسط، يعني للأسف مفهوم التمثيل أو الكوميديا أو المحتوى بشكل عام مش كتير مفهوم عند الناس. يعني صار أي حدا مثلا بيطلع على السوشيال ميديا بيحكي أشياء هبلة ومجنونة بصير مشهور وبصير كذا، بس هو فعليا ما عنده محتوى صحيح. اللي يفيد الناس اللي يفيد كذا. للأسف ما في شعور بالمسؤولية إنه أنت في أطفال عم بتابعوك، في مراهقين، في ناس كبار بالعمر، فأنت بدك إشي يليق في ناس كبار مثلا عمرهم فوق 45 50 سنة، صحيح. فأنت كيف عم تعمل هيك محتوى مش مدروس؟ يعني إحنا أنا بحاول الحمد لله دائما إني أعمل إشي ذو رسالة بالآخر، يعني اللي تفيد جميع الناس اللي جميع الأعمار اللي عم بيحضروا. هلا حسب وجهة نظر روسن، كيف بتشوفي وضع الإعلام المحلي عندنا بالأردن بشكل عام وخصوصا الصحافة؟ صراحة لا هي ممتازة عندنا الصحافة بنقل الأخبار وإلى آخره، وخصوصا في إحنا في الجائحة اللي إحنا فيها، يعني أي خبر ممكن يأثر تأثير مش طبيعي على الناس. ففعليا لا الصحافة يعني ترفع لها القبعة في هاي الأوضاع اللي إحنا فيها، كانت فعلا دقيقة وما عم تتداول أي خبر يعني ممكن يثير الرعب بالناس. بما إنه إحنا بآخر السنة وداخلين على 2021، احكي لنا أهداف روسن مخططها البعيد خلال السنة الجديدة. يعني إن شاء الله الواحد دائما بحط مخططات وأهداف وكذا ويتمنى إنه يحققها. يعني إن شاء الله راح يكون في عندي برنامج جديد مع قناة تلفزيونية جديدة اسمها بيوتي ون. البرنامج نظامه هيك راح يكون توك شو كتير حلو، كان نفسي من زمان أعمله، فإن شاء الله يكون عند حسن ظن الناس. محتوى طبعا هو اجتماعي ساخر، راح يكون معي ضيوف كتير، راح يكون في مسابقات كتير حلوة، راح أحكي فيه كتير في مجال كيف قصتي كيف انحفت وكيف البروسيس، وأحاول إني أساعد كتير ناس نفسهم يكونوا بهاي التجربة. كلمة أخيرة للدستور. يعني جريدة ترفع لها القبعة وتاريخية منذ يعني منذ الزمن البعيد. كل التوفيق والله يوفقكم ويعطيكم ألف عافية، ودائما ستبقون الأقرب إلى الشعب. سعد قلبكم. بنشوفكم على خير.